مع أسئلة الحفاظ ومع المحدث المدرس بالحرم المكي الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى. عرف بنفسك. أحمد بن حماد شبير، أحفظ الكتب 23 لله الحمد. قال عليه الصلاة والسلام: من علم أني ذو قدرة. أكمل. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سلم من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. عند من؟ أخرجه البزار من حديث ابن عباس. يكون قوم يتعبدون. أكمل. حديث حدث أناس رضي الله عنه قال: ذكر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولم أسمعه منه ذكر أننا أقواما يعبدون ويذبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم يمرقون من الدين. عند من؟ أخرجه أحمد. عند من؟ أحمد. عن رجل من خثعم قال: أخرج أبو يعلم الحديث عن رجل من خثعم قال: أتيت رسولا فقلت: أنت رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله. قلت: يا رسول، ثم ما؟ قال: ثم صلة الرحم. قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: إشراك بالله. قال: ثم ما؟ قلت: ثم. قال: ثم قطيعة الرحم. قلت: ثم ما؟ قال: أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. عند من؟ عند أبي يعلم. والذي نفسي بيده لا يضع الله عز وجل رحمته إلا على قلب رحيم. أيضا أخرجه أبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على كل رحيم. قلنا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم خاصة حتى يرحم الناس كافة. الهجرة هجرتان. حديث من؟ أخرجه أحمد من حديث معاوية. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. حديث من؟ أخرج مثل المؤمن كالخامة من الزرع حديث كعب بن مالك. الإيمان بضع وستون شعبة. أكمل. الإيمان بضع وستون شعبة، ولمسلم فأخبرها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حديث أبي هريرة عند الشيخين. لا يبولن أحد في الماء الدائم. عند من؟ عند الشيخين. مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال: أما إنهما لا يعذبان. حديث ابن عباس عند الشيخين فقال: إنهما لا يعذبان يوم يعذبان كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطيع. نصرت بالصبا ولكت عاد بالدبور. أخرجه الشيخان. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. لا تتقدموا صوم رمضان بيوم يوم رمضان. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة: لا تتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما شهر عيد لا ينقصان. عن أبي بكرة رضي الله عنه: الحرب خدعة. أخرجه الشيخان من حديث جابر. نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. أخرجه الشيخان من حديث البراء. أكمل. قال: فخرج فنام رسول الله فخرجت أنفض ما حوله وفي ليلة وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: رجل من أهل المدينة. وما قلت: في غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: فتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت: أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى فحلب في قعب كثبة من لبن. والأمير راع وهو مسؤول عن رعيته. حديث من؟ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر. فالإمام الذي على الناس راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها ولده مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع في مال أشد سيدي. الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أخرجه لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة. أخرجه التلميذ حديث سهر بن سعد. أن هذه الأمة أمة مرحومة. عند من؟ عند أبي داود. أمسك عليك لسان. إن هذه الأمة أمة مرحومة. عند أبي داود. نعم. أمسك عليك لسانك. أخرجه التلميذ من حديث عقبة بن عامر. إذا أصبح العابد أو الإنسان فإن الأعضاء كلها. أخرجه التلميذ من حديث أبي سعيد. عند من؟ قال عند التلميذ. فإن الأعضاء كلها تكفل لسانك. قال: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججت.